احنا الان متواجدين باهم متنفس رئيسي اللي بالنسبه لمقاطعه مراكش المدينه، اللي هو مركب باب الخميس اللي كيحتوي على مسبحين، مسبح في لواء الطلق ومسبح مغطى. هاد المسبحين تم الافتتاح ديالهم تحت اشراف رئيس مجلس مقاطعه المدينه بتنسيق مع المجلس الجماعي واطر موظفي لا المركب ولا المقاطعه. خدينا التدابير اللازمه من اجل سلامه وامن ديال الوافدين اللي يقدر تقريبا من 150 حتى 200 مستفيد في النهار. بما ان هاد المسبحين هما المسبحين الوحيدين اللي كيتم تسير وتدبير ديالهم من طرف المجلس الجماعي، فارتأى انه يكون بواحد الاثمنه مناسبه للساكنه اللي كتقدر ب 10 دراهم بالنسبه للمسبح لواء الطلق و 20 درهم بالنسبه للمسبح المغطى، فاستجابه لطلبات الساكنه وفي ظل هذه درجات الحراره المرتفعه اللي كتعرفها مدينه مراكش طيله ايام الصيف. دونك هذا من جهه اخرى قدرنا ان ارتأت مقاطعه المدينه باش انه يكون معنا دي ميتخناجور كومبيتون اللي يكونوا في متواجدين سور بلاس في المسبحين. كاينين معنا الناس النظافه اللي كيهتموا بالهيجين لا ديال لي فيستير اسباس فام ولا اسباس اوم. كاينين الناس الهلال الاحمر اللي كيتدخلوا في حالات اذا كانت حالات طوارئ صحيه في اونيفو المركب. كاينين الناس السيكوريتي اللي كيهتموا بالولوج ديال المتوافدين في المركب باش تدوز الامور بسلاسه وبدون مشاكل. كاين معنا الامن والسلطه المحليه اللي مشكورين على استجابه الطلب ديالنا اللي غادي يكونوا معنا طيله هذا الموسم الصيفي. دونك لحد الان الحمد لله الامور كلها هي غاديه مزيان، وهذا باعتبار ان هذا المركب وسبيسيالمون هاد لي دو بيسين هما المتنفس الاهم لساكنه مراكش، فوجب الحفاظ عليها. لا من جهه بالنسبه للمقاطعه فحنايا كنقوموا بلونتروتيان كوتيديان، لو تريتمون لونتروتيان ديالو كوتيديان، لا في الكلور ولا في النظافه ديالو. فاللي كنتمنوا هو انه الساكنه حتى هي تحافظ عليه من جهتها باش تلقاه مره اخرى.